السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا نيسان اكستريل، راكب فيها كاسيت عادي 7 بوصة كينويت، هنركب كاسيت شاشة 7 بوصة شاشة اندرويد، رام 1 ومساحة 32، مع مخدعين 10 بوصة سيمفوني اهو. الكاسيت طبعا دبل بيز، كاسيت دبل بيز رام 1 ومساحة 32، وهركب مخدعين وكاميرا. المخدعين اهو، مخدعين 10 بوصة تاتش حراري، نفس الشاشة بالظبط، الاندرويد 9 بوصة وال10 بوصة نفس الشكل اهو، بس ده مخدع مش شاشة طابلو. تمام، ده مخدع سيمفوني اهو، الاصدار الجديد من شركة سيمفوني. مخدعين في فلاشة وكارت، وده الحامل بتاعه، وصلة اي في او اوت صوت للهاند فري، لو يركب حد قرا عايز يشغل هاند فري يشتغل معاك. زائد ان فيه بلوتوز، ممكن تشغل عليه بلوتوز وايرلس ايربودز يعني. وهنا بتشوف المخدع بيركب ازاي بالحامل بتاعه، بيركب خارجي على المخدع، هتشوف كل حاجة بعينك دلوقتي مع التركيب. دي الوصلات، معاه وصلة اتش دي تمام، ومعاه ريموت، ومعاه الحتة المدورة ديت، دي زي ما تقول كده مكمل للمخدع، او حسب الزور بتاع المخدع لو واسع او ضيق بتركب المكمل ده. تمام، طبعا كل مخدع بيجيب ضمانه، ممكن مخدع واحد او مخدعين براحتك، كل واحد بسعر. مخدع 10 بوصة سيمفوني، طبعا في اعلى من كده، في معاك لغاية اندرويد يبقى مخدع اندرويد. تمام، ده مخدع عادي ويندوز بس في وصلة اتش دي، والكاميرا اللي هتركب كاميرا سيمفوني جودة عالية. هنشوف كل حاجة مع بعضينا كده، احنا فكينا الفريم اهو عشان نفك الكاسيت القديم، ونركب الشاشة 7 بوصة، والمخدعين هيركبوا هنا اهو، بيركبوا على المخدع الاصلي. هنطلع ده وهنطلع الكاسيت القديم، ونركب كاسيت الشاشة اهو، كاسيت دبل بيز رامات 1 ومساحة 32، في ابل كاربلاي واندرويد اوتو. وادي الفريم بتاعها الاصل اهو، ضمان 24 شهر يعني سنتين، مع الوصلات بتاعته، شاشة 7 بوصة. معظم الشاشات الاندرويد ما ملهاش ريموت. تمام، في ضمان، بس ضمان اهو، ضمان المخدعين، والشاشة برضك معها ضمان، بس الضمان في الدبل بيس سنتين، ضمان السيمفوني سنة واحدة. المخدع 10 بوصة رقم 1030 تمام، اتش ار 1030، كل واحدة بضمان اهو، شاشتين 10 بوصة مخدع، والشاشة الدبل بيز رامات 1 ومساحة 32 اندرويد. بصوا بقى المخدع فيه فلاشة وكارت ميموري، وصلة اتش دي، ووصلة هاند فري تمام، في فيديو ان وفيديو اوت المخدع الواحد، في دخول وخروج صوت وصورة، زائد ان في قرار للاف ام، زائد ان في بلوتوث تمام. دي الوصلات بتاعت الشاشة اللي هتركب قدام. هنبتدي بقى نفك عشان نركب الشاشة اللي قدام والمخدعين والكاميرا. زي ما انتوا شايفين اهو، في هنا زرار في الشاشة المخدع بتسحب لتحت يتحرك معاك حامل الشاشة، ودول بيركبوا في الايه، في المخدع الاصلي. هنا بقى بتدوس على الزر كده يحرك معاك اللي قدام لورا، يبقى كده المخدع بيتحرك لفوق ولتحت والقدام والورا تمام. نيجي هنا بقى نبص على الوصلات اللي فيه،
وصلت فلاشة اهي، وصلت فلاشة، وصلت كارت، وصلت صوت هاند فري، وصلت اتش دي، وصلة تايب سي عشان الميرور لينك. يعني الميرور لينك بيشتغل من الفلاشة ويشتغل من التايب سي. تمام، دي الكاميرا السيمفوني الاصدار الجديد اللي نازلة، لسه نازلة الكاميرا دي، كاميرا ممتازة، كاميرا سيمفوني حفر ركبناها في الاكسدام الخلفي. وده شكل المخادة بعد التركيب اهو، ركبنا الشاشة 7 بوصة قدام والمخدعين ورا، كله راكب تمام مفيش أي مشاكل. المخدعين كل واحد خلناه يشتغل لوحده، زائد إن بيشتغل مع الشاشة الأمامية. يعني معنى كده إن الشاشة 7 بوصة اللي في التابلو تمام، مركبناش فريم، ركبنا على طول على الفريم الأصلي، زائد إن هي لازم يكون فيها أوت فيديو عشان تدي المخادع. هي الدبل بيز فيها اوت فيديو، بتوصل الكابل بتاع الان بتاع الشاشتين على الاوت بتاع الفيديو في الشاشة اللي قدام. زي ما انتم شايفين حاجة محترمة، طبعا الشاشة كبيرة موضوع تاني خالص في الصورة. كل ما الشاشة بتكبر كل ما يبقى شكلها اجمل وتبقى واضحة وظاهرة اكتر. وده الاندرويد اوتو اهو شغال بكابل ومن غير كابل، اندرويد اوتو وابل كاربلاي اهو، حاجه محترمه في الشاشه اللي قدام اهو. طبعا الصوره اللي بتبقى قدام بتبقى ورا، زائد ان هما ممكن تحط فيهم فلاشات المخادع او تشغل موبايلك من عليها، فيها كذا اوبشن يعني بصراحه. والكاميرا اللي ركبناها في الاكسدام اهو زي ما انتم شايفين، غيرنا لوجو النيسان على المخدعين الخلفيين والشاشه اللي قدام. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد مع شاشه جديده او ساوند جديد او تعديل جديد. مع تحيات حمادة دي جي.